شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع اتفاق بين شركة بايكا الصينية وشركة ألكان أوتو لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر. يأتي التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الصناعة. اجتمع وزير الاستثمار حسن الخطيب مع أعضاء صندوق مصر السيادي، حيث استعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة وتعظيم العائد منها، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت سفير دولة قبرص لدى القاهرة بولي يوانو. تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين في إطار مشروعات الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا. وقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً يسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من 2014-2024. واستعرض التقرير موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمي، حيث تقدم ترتيبها 24 مركزاً خلال 7 سنوات من 2016 إلى 2023 لتحتل المركز السادس من بين 30 دولة، وذلك بعدما ارتفع حجم مبيعات قطاع التجزئة من 133 مليار دولار إلى 303 مليارات دولار.